يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 79 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. في الحلقة الماضية حدثتكم تحت هذين العنوانين، العنوان 9 في تسلسل قائمة العناوين الرئيسة التي عرضتها عليكم فيما سلف، العنوان 9 الدولة العلوية الكبرى زمان الرجعة العظيمة والتي تستمر 44,000 سنة. العنوان 10 الدولة المحمدية العظمى والتي تستمر 50,000 سنة، وبنهايتها
ينتهي عصر الرجعة العظيمة. وصلنا إلى العنوان 11، انتهاء عصر الرجعة، انتهاء العمر الافتراضي للدنيا، حيث تبدأ صلاحية بقاء الدنيا تتلاشى شيئا فشيئا، ولا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق كما حدثتنا أحاديثهم الشريفة، وإنما يتحقق هذا بعد ارتفاعهم، بعد ارتفاع محمد وآل محمد من عالم الدنيا هذا الذي نعيش فيه. قطعا المراد من ارتفاعهم هو ارتفاع فيضهم، هو ارتفاع لطفهم الذي كان يتجلى زمان الرجعة العظيمة. الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الطبعة هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 263، رقم الحديث 33، الحديث 33، بسنده عن أبي حمزة، والمراد أبو حمزة الثمالي، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: قلت من الذي يقول؟ أبو حمزة الثمالي. قلت في قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، ما جاء في الآية 88 بعد البسملة من سورة القصص. قلت في قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. كان هناك من يقول من أن الله سبحانه وتعالى لا يبقى منه إلا وجهه، كان هناك من المسلمين من يقول بهذا القول. أبو حمزة الثمالي يشير إلى قول القائلين بهذا القول، فماذا قال إمامنا الباقر؟ الرواية لم تذكر لنا تفاصيل الحديث كله، تفاصيل المجلس بكامله، لكننا من خلال القرائن الموجودة نستطيع أن نتلمس ذلك. قال: يا فلان، الإمام الباقر يقول لأبي حمزة الثمالي، قال: يا فلان، فيهلك كل شيء ويبقى وجه الله عز وجل، والله أعظم من أن يوصف.
فما هذا المنطق وما هذا القول الذي يقولون به؟ قال: يا فلان، فيهلك كل شيء ويبقى وجه الله عز وجل، والله أعظم من أن يوصف، ولكن معناها كل شيء هالك إلا دينه. قطعا هذا في مطلع من مطالع الآية، وإلا ففي روايات أخرى فإن الحديث عنهم بشكل مباشر من أنهم هم وجه الله الذي بين أظهر الخلائق، بين أظهرنا، ودين الله هو الإمام المعصوم. إنها مطالع للآيات ومجاري، ولكن معناها كل شيء هالك إلا دينه، ونحن الوجه الذي يؤتى الله منه، ولن يزال في عباد الله. هذا الوجه نحن، محمد وآل محمد، نحن باقون بينهم، ولن يزال هذا الوجه في عباد الله ما كانت له فيهم روبة. الروبة هي الحاجة، والمراد من الحاجة ما كان الله مهتما بهم، وإلا فإن الله لا يحتاج العباد، الله ليس محتاجا، نحن الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولن يزال هذا الوجه الذي هو محمد وآل محمد، ونحن الوجه الذي يؤتى الله منه، ولن يزال في عباد الله ما كانت له لله فيهم روبة. الروبة هي الحاجة. قلت: وما الروبة؟ أبو حمزة يسأل الإمام الباقر: قلت وما الروبة؟ قال: الحاجة. الروبة في اللغة هي الحاجة. فإذا لم يكن له فيهم روبة رفعنا الله فصنع ما أحب. وهذا هو مرادي من أن العمر الافتراضي للدنيا ينتهي بانتهاء الدولة المحمدية العظمى، تنتهي صلاحية الدنيا. بعد ذلك تبدأ مرحلة دابة الأرض. لا أريد أن أحدثكم عن هذه المرحلة، وهي مرحلة مرتبطة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا العنوان القرآني دابة الأرض هو عنوان يتعلق بتجل من تجليات علي صلوات الله وسلامه عليه في أبهى جلاله، في أعظم حسنه وبهائه، هكذا حدثتنا الروايات والأحاديث الشريفة. إذا أردتم الاطلاع على التفاصيل عودوا إلى برنامج دليل المسافر، ستجدون من المطالب ما فيه من النفع والفائدة العظيمة جدا. عودوا إلى هذا البرنامج دليل المسافر. في هذه المرحلة، في المرحلة التي عنونتها
انتهاء عصر الرجعة هناك أوبة ثانية للحسين صلوات الله وسلامه عليه. مرت عندنا الأوبة الأولى وهي أوبة الأئمة جميعا، والتي تتحقق في زمان الدولة العلوية الكبرى. تلك الأوبة هي الأولى لسيد الشهداء. الأوبة الثانية تتحقق بعد انتهاء عصر الرجعة العظيمة، وذلك حينما ينتهي زمان الدولة المحمدية العظمى. في هذا المقطع وفي هذه المرحلة، في مرحلة الأوبة الحسينية الثانية، تتحقق القيامة الحسينية، وهي قيامة تتحقق قبل القيامة الكبرى. نذهب إلى فاصل. في مختصر البصائر، ومثل ما قلت لكم، البصائر في أصله هو بصائر سعد الأشعري، والذي اختصره الحسن بن سليمان الحلي وأضاف إليه مجموعة من الأحاديث من كتبنا القديمة أيضا. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 117، الحديث 92 بسنده عن يونس ابن ظبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي صلوات الله عليهما، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة أو بعث إلى النار. قطعا هذه القيامة الحسينية تتناسب مع عالم الرجعة، ففي هذه القيامة يكون الحساب لأهل الرجعة، وإلا فالقيامة الكبرى لها خصائصها، لها شؤونها، لها مواقفها، ولها قوانينها. والذين ستقوم قيامتهم في الأوبة الحسينية الثانية لا يعني أنهم لن يخضعوا لقوانين القيامة الكبرى، وإنما هي حالات تتسم بخصوصية، إن كان ذلك من الأخيار أو كان ذلك من الأشرار. يمكننا أن نتلمس بعض اللقطات في الأحاديث التي بين أيدينا. مشكلتنا مع الرجعة أن أكثر الأحاديث ضاعت، ضيعوها. أنا لا أعتقد أنها ضاعت بسبب
ظروف غير مقصودة، ولا أعتقد أن أحدا من النواصب قد ضيعها، وإنما ضيعها أصحاب العمائم الشافعية المعتزلية. هؤلاء هم الذين ضيعوا أحاديث الرجعة إهمالا متعمدا أو إخفاء مقصودا. ومع ذلك بقي عندنا المئات والمئات من أحاديثها، لكنني أتحدث عن القيامة الحسينية في الأوبة الحسينية الثانية. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى عن يونس بن ظبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة أو بعث إلى النار. يوم القيامة عالم عظيم مدته كمدة الدولة المحمدية العظمى. الدولة المحمدية العظمى مدتها 50,000 سنة، ويوم القيامة أيضا مدته 50,000 سنة. هناك 1,000 موقف، يعني 1,000 عالم، في كل عالم نبقى 1,000 سنة. إذا أردتم الاطلاع على بعض التفاصيل المتيسرة بين أيدينا من خلال نصوص القرآن ومن خلال نصوص الحديث، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج دليل المسافر، ستجدون بعض التفاصيل المهمة التي ترتبط بيوم القيامة وعوالمه العجيبة الغريبة. في الكتاب نفسه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صفحة 132 هو الذي يقول: وأنا صاحب الجنة والنار، أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وإلي تزويج أهل الجنة وإلي عذاب أهل النار، وإلي إياب الخلق جميعا، وأنا الإياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد الفناء، وإلي حساب الخلق جميعا. الإمام يتحدث هنا عن يوم القيامة. هناك من أهل القيامة من سينجو من الحساب، لن يخضع للحساب، إنهم الحسينيون. الحسينيون العارفون بحق الحسين. الروايات حدثتنا عن ذلك، وسيأتي بيان هذا المطلب بحسب تسلسل الأحاديث والروايات التي سأعرضها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. وصلنا إلى العنوان 12،
العنوان الثاني عشر: القيامة الكبرى. والحديث عن القيامة الكبرى حديث طويل، لكنني سأضع بين أيديكم لقطات ترتبط بالمرحلة الخامسة للثأر الحسيني، وهي المرحلة الأخيرة، والتي ستتحقق في يوم القيامة في المرحلة الخاصة بتحقق الثأر الحسيني. الكتاب الذي بين يدي هو عوالم العلوم والمعارف والأحوال مع المستدركات، والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. وهذا هو الجزء الثاني من عوالم فاطمة صلوات الله عليها. رقم الصفحة 1175. إنه الباب التاسع، حديث ينقله عن ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا عن جانب من موقف الصديقة الكبرى في يوم القيامة. أقرأ ما يرتبط بموضوع هذه الحلقة: فتنظر إلى الحسين، فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فتنظر إلى الحسين، إنها في المحشر، إنها في عرصات عالم يوم القيامة، فتنظر إلى الحسين قائما وليس عليه رأس، فتصرخ صرخة فتنظر إلى الحسين قائما وليس عليه رأس، فتصرخ صرخة وأصرخ لصراخها، وتصرخ الملائكة لصراخنا، فتنظر إلى الحسين قائما وليس عليه رأس، فتصرخ صرخة وأصرخ لصراخها، وتصرخ الملائكة لصراخنا، فيغضب الله عز وجل لنا عند ذلك، فيأمر نارا يقال لها هبهب، نيران جهنم ونيران عالم القيامة لها ظهورات ولها تجليات ولها مراتب، وهي على أنواع
وعلى درجات، فيأمر نارا يقال لها هب هب قد أوقد عليها ألف عام حتى اسودت، لا يدخلها روح أبدا ولا يخرج منها غم أبدا. الروح هو الارتياح والأنس والسعادة والهناء، هذا هو الروح. لا يدخلها روح أبدا ولا يخرج منها غم أبدا، فهي مغلقة مطبقة مطبقة على غمها وآلامها. نحن حينما نتحدث عن نيران جهنم لا نتحدث عن نار كنار الدنيا، فعالم جهنم عالم متسع واسع جدا، فيه بيوت وفيه حياة وفيه أناس يتحركون ويتنقلون في ذلك العالم، مؤتمرات وندوات وأحاديث في ذلك العالم، من وسائل التواصل مع أهل الجنان، وهناك شاشات من خلالها يستطيعون أن يتواصلوا مع أهل الجنان، ووسائل اتصال بحيث يستطيعون أن يكلموا أهل الجنان ويتحاورون فيما بينهم في نار جهنم. ونار جهنم ما هي؟ بمكان واحد، عالم واسع كبير، عالم يعيش فيه الجهنميون، عالم تكون فيه الحياة بائسة، الحياة معذبة. هذا العالم اصطنع تفاصيله أهل جهنم بأعمالهم، مثلما عالم الجنان عالم قاعدته الأصلية موجودة، لكن أهل الجنان هم الذين يصطنعون النعيم فيه. وآل محمد يضاعفون لهم ذلك النعيم، وكذلك الأمر في عالم جهنم، فالجهنميون يصطنعون عالمهم، وآل محمد يضاعفون لهم ذلك، فعلي هو قسيم الجنة والنار، وهو الذي يصدر حكم الخلود في الجنان وحكم الخلود في النيران، الروايات هكذا حدثتنا، هو الذي أخبرنا من أنه سيدخل أهل الجنان جنانهم ويدخل أهل النيران نيرانهم، ثم ينادي بعد ذلك: يا أهل الجنان خلود خلود، ويا أهل النيران خلود خلود. فأعظم أعظم حالة يستشعر فيها أهل الجنان عظيم النعمة حينما يرتفع النداء العلوي: يا أهل الجنان خلود خلود. هذه هي النعمة العظيمة، إنها النجاة من كل غم وهم. وأعظم ألم يستشعره أهل الجنان حينما يرتفع النداء العلوي: يا أهل النيران خلود خلود، إنه اليأس الذي لا مثيل له،
يأس من النعيم ويأس من الخلاص من العذاب. خلود خلود في عالم العذاب والبؤس والشقاء. فيأمر سبحانه وتعالى قطعا، هذا الأمر سيصدر على لسان علي، فعلي هو قسيم الجنة والنار. مثلما تجلى الجبار بجبروته في محمد حينما كان الحديث عن نهاية إبليس في يوم الوقت المعلوم، فكذلك العلي الأعلى يتجلى بعلوه وحكمه وعدله في علي صلوات الله وسلامه عليه، فهو الحاكم وهو الآمر الناهي في عرصات يوم القيامة. وقرأت ذلك عليكم قبل قليل من كلماته التي وردت في مختصر البصائر. فيغضب الله عز وجل لنا عند ذلك، فيأمر نارا يقال لها هبهب قد أوقد عليها ألف عام حتى اسودت، لا يدخلها روح أبدا ولا يخرج منها غم أبدا، فيقال لها التقطي قتلة الحسين ومجموعة أخرى. من هم؟ فيقال لها التقطي قتلة الحسين وحملة القرآن. حملة القرآن الذين يحملون القرآن في جيوبهم، أم أنهم الذين يفترض فيهم أن يكونوا علماء في القرآن؟ بالضبط مثل ما جاء في سورة الجمعة التي تحدثنا عن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كذلك الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه، هؤلاء هم الحمير، حمير المراجع، حمير الفقهاء، حمير العلماء. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ماذا وصفهم القرآن؟ وصفهم القرآن في سورة الجمعة من أن مثلهم مثل الحمار يحمل أسفارا، فحملة القرآن كذلك، الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه، هؤلاء هم الحمير. بالضبط مثل ما قال إمامنا الكاظم لأكبر مراجع الشيعة من أصحابه في زمانه، إنه البطائني علي البطائني، فقال له: يا علي، يا أيها البطائني، أنت وأشباهك، أنت وأصحابك، أنت وأتباعك، أنتم أشباه الحمير، هؤلاء هم حملة القرآن الذين لم يحملوا. ما معنى لم يحملوا؟ لم يفسروا القرآن بحسب بيعة الغدير، وإنما فسروا القرآن بحسب المنهج العمري. بالضبط مثلما فعلت حوزة الطوسي، ومثلما فعل الطوسي نفسه في تفسيره التبيان. الطوسي بالضبط حمل القرآن لكنه ما حمله، ما كان أمينا، فسر القرآن في تفسيره التبيان بحسب المنهج العمري، وفتح هذا الطريق لمراجع الشيعة إلى يومنا هذا.
مراجع الشيعة في زماننا هذا إن تحدثوا بالقرآن فإنهم يتحدثون بحسب المنهج العمري في تفسير القرآن، وإن أرجعوا إلى الخطباء أرجعوا الشيعة إلى الخطباء الذين يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري. فهؤلاء مراجعنا حمير بحسب القرآن، لأنهم حملوا القرآن ولم يحملوه، فبحسب القرآن مراجعكم حمير، مراجعنا حمير، وحمير تركب على الحمير. أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية. ما رد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول أبوكي حركة فرمي حقش ديخ عربي حقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركبت نام وغاي ديخ مش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة، والله هذا واقع الشيعة. كلمة صادقة بدرجة 100%. فحمير الحوزة حمير السقيفة، إنها سقيفة بني ساعدة، هي سقيفة حوزة الطوسي في تعاملها مع القرآن. فحمير الحوزة النجفية حمير سقيفة النواجف يركبون حمير الشيعة، هم اتخذوهم حميرا لهم وقالوا لهم ديخ، هنيئا للشيعة بذلك. مراجعهم هم الذين يقولون، ما أنا الذي أقول. فيقال لها لنار هبهب التقطي قتلة الحسين وحملة القرآن. لماذا قرن حملة القرآن مع قتلة الحسين؟ لأنهم أضروا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه بالنسبة إلى الشيعة، هكذا وصفهم إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة. الرواية موجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري، هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الرواية موجودة هنا، الإمام الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فهم في نفس الاتجاه، لأنهم خانوا العهود والمواثيق، لقد غدروا ونقضوا وخانوا بيعة الغدير، وكذلك غدروا وخانوا واستخفوا بدماء الحسين التي سفكت لأجل بيعة الغدير. مراجع النجف نقضوا بيعة الغدير، فهم غدروا
بعلي وغدروا بحسين على حد سواء. ومن هنا فإن نار هبهب ستلتقط قتلة الحسين وحملة القرآن. حملة القرآن من جهة سقيفة بني ساعدة، أولئك حرفوا القرآن لفظا وقراءة ومعنى. أما حملة القرآن في سقيفة بني نجف فلقد حرفوا القرآن تفسيرا ومضمونا ومعنى وعقيدة. نقضوا بيعة الغدير واستخفوا بدماء الحسين التي سفكت لأجل الوفاء ببيعة الغدير. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هذه بيانات سيد الشهداء في عاشوراء. سيرة محمد وعلي هي بيعة الغدير، فإننا بايعنا محمدا وعليا في بيعة الغدير. البيعة الغديرية محمدية أساسا، محمدية أصلا قبل أن تكون علوية. ولذا فإن حملة القرآن من الجهتين، من جهة سقيفة بني ساعدة ومن جهة سقيفة بني طوسي، في نفس الاتجاه. فسقيفة بني ساعدة هي التي قتلت الحسين. سقيفة بني ساعدة تطبيق للصحيفة المشؤومة التي كتبها أقطاب سقيفة بني ساعدة. إذا كتب الكتاب إنها الصحيفة المشؤومة قتل الحسين. وهؤلاء في سقيفة بني نجف أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. من هنا فإن نار هبهب موكلة بالتقاطهم، فيقال لها التقطي قتلة الحسين وحملة القرآن فتلتقطهم. في الجهة الثانية فاطمة تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. الحب الرديء هو هذا، قتلة الحسين وحملته القرآن. الحمير الحمير الحمير. فيقال لها التقطي قتلة الحسين وحملة القرآن فتلتقطهم. فإذا صاروا في حوصلتها، صاروا في جوفها، صهلت وصهلوا بها. صهلت عنوان لغضبها ولشدة فاعليتها، وصهلوا بها من شدة ما يواجهون في حوصلتها. صهلت وصهلوا بها وشهقت وشهقوا بها وزفرت وزفروا بها. هذه التعابير تقريبية، هذا هو الموجود في اللغة. فينطقون بألسنة ذلقة طلقة. من هم؟ حملة القرآن الذين سينطقون. فينطقون بألسنة ذلقة طلقة. الكلام هو الذي يبين لنا من أن الذين سينطقون بهذه الألسنة هم حملة القرآن، لأنهم هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل المنطق.
فينطقون بألسنة ذلقة طلقة: يا ربنا بما أوجبت لنا النار، يا ربنا بما أوجبت لنا النار. فينطقون بألسنة ذلقة طلقة: يا ربنا بما أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثان. فيأتيهم الجواب عن الله عز وجل، هناك من يجيب: هو قسيم الجنة والنار. فيأتيهم الجواب عن الله عز وجل: إن من علم ليس كمن لا يعلم، عباد الأوثان كثيرون منهم لا يعلمون، أما أنتم تعلمون بالضبط بالضبط مثلما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة. الويل له، الويل لمراجع الشيعة، الويل له من الأموات والأحياء، سود الله وجوههم. الإمام هكذا يقول عنهم: مذ جنح كثير منكم، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم حمير حمير، حملوا القرآن ثم لم يحملوا، خانوا الأمانة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إن من علم ليس كمن لا يعلم، هؤلاء يعلمون كأنهم لا يعلمون، شياطين، دجالون، كذابون، خداعون. هذه صورة ولقطة ترتبط بالمرحلة الخامسة من الثأر الحسيني، وهي المرحلة الأخيرة التي تتحقق في عوالم وعرصات يوم القيامة. نذهب إلى فاصل. من المصدر نفسه المتقدم الذكر من عوالم العلوم ومستدركاتها رواية طويلة نقلها عن تفسير فرات، رواية طويلة نقلها
عن تفسير فرات الكوفي، تبدأ من صفحة 1175 وتنتهي في صفحة 1178. سأخذ جانبا يسيرا منها في صفحة 1177. الصديقة الكبرى في مواقف يوم القيامة، فتقول مخاطبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى: يا رب أرني الحسن والحسين. النبي هو الذي يحدث فاطمة. الرواية هذه جاءت منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يخبرنا من أن رسول الله صلى الله عليه وآله حدث فاطمة عن جانب من تفاصيل يوم القيامة كي يصل الكلام إلينا. وأنا سأخذ هذا اليسير من هذه الرواية الطويلة، فتقول فاطمة: يا رب أرني الحسن والحسين. فالنبي يقول لها: يأتيانك وأوداج الحسين تشخب دما. وهو يقول: يا رب خذ لي اليوم حقي ممن ظلمني. فيغضب عند ذلك الجليل، وتغضب لغضبه جهنم والملائكة أجمعون، فتزفر جهنم عند ذلك زفرة، ثم يخرج فوج من النار، فوج من النار من الملائكة الموكلين بالنار، ثم يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم، قطعا الذين على نفس المسار، وليس بالضرورة أن يكونوا أبناء صلبيين له، إنها أبوة المنهج، إنها بنوة المنهج. ثم يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم، ويقولون: يا رب إنا لم نحضر الحسين، الأبناء وأبناء الأبناء. فيقول الله لزبانية جهنم: خذوهم بسيماهم. في يوم القيامة طبائع الناس ستظهر بعلامات واضحة على أبدانهم: خذوهم بسيماهم، بعلائمهم، بزرقة الأعين وسواد الوجوه. هكذا تكون
علائمهم في يوم القيامة. خذوهم بسيماهم بزرقة الأعين وسواد الوجوه، خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك الأسفل من النار، فإنهم هؤلاء الأبناء وأبناء الأبناء، فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه. فيسمع شهيقهم في جهنم، فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه. المضامين واحدة، مثل ما يقول إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة، زمان الغيبة الكبرى، أضار على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. تلاحظون أن أحاديثهم تتسق اتساقا واضحا وترتبط فيما بينها ارتباطا حتى تعود بنيانا مرصوصا. ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي، ألا لعنة على علم رجالهم، ألا لعنة على علم أصولهم، ألا لعنة على علم كلامهم، ألا لعنة على تفسيرهم، ألا لعنة على عقائدهم. المنطق هو هو في كل حديث العترة الطاهرة، فإنهم هؤلاء أبناء قتلة الحسين. ليس الحديث عن أبناء النسب، ربما قد يكون البعض منهم من أبناء النسب، الحديث عن المنهج، الحديث عن العقيدة. إن الله لا ينظر إلى أبداننا ولا ينظر إلى أنسابنا، وإنما ينظر إلى عقولنا وقلوبنا، إلى المنهج، إلى العقيدة. فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم، أضار على ضعفاء الشيعة، من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه. فيسمع شهيقهم في جهنم. هذا هو الثأر الحسيني. الثأر الحسيني ليس من الذين قتلوه فحسب، الذين قتلوه جزء من المشكلة. المشكلة الأكبر المنهج. ولذا فإن أكثر مراجع الشيعة هم ألعن من شمر وألعن من حرملة بحسب منطق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الذي عايشناه ولا زلنا نعايشه. ثم يقول جبرائيل: يا فاطمة سلي حاجتك. فتقولين: يا رب شيعتي. فيقول الله عز وجل: قد غفرت له. هؤلاء الذين قال عنهم إمامنا الصادق: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، فإنه لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر. الإمام يتحدث عن مرجع التقليد عند الشيعة، عن المرجع الأعلى وغيره، فإنه لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر، وإنما يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب. هؤلاء هم شيعة فاطمة الذين لا يريدون إلا صيانة دينهم وتعظيم وليهم وتعظيم إمامهم.
ثم يقول جبرائيل: يا فاطمة سلي حاجتك، فتقولين: يا رب شيعتي، فيقول الله عز وجل: قد غفرت لهم، فتقولين: يا رب شيعة ولدي، فيقول الله: قد غفرت لهم، فتقولين: يا رب شيعة شيعتي. هؤلاء المراجع حتى ليسوا معدودين من شيعة الشيعة. ولذا دائما أقول لكم: هناك شيعة المراجع وهناك شيعة الحجة ابن الحسن، لأن المراجع ما هم من شيعة الحجة ابن الحسن. هذا المنطق الذي أتكلم به هو منطق هذه الروايات، ما جئت به من عندي، ما أحدثكم به هو ما جاء في أحاديثهم، وليس في رواية أو روايتين، في مئات ومئات من الروايات والأحاديث. فتقولين: يا رب شيعة شيعتي، فيقول الله: انطلقي، فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة، فعند ذلك يود الخلائق أنهم كانوا فاطميين. زهرائيون نحن، من هنا جاء هذا الشعار، من هنا جاء هذا المنطق، زهرائيون نحن، نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. من هنا، من هنا جاء هذا المنطق، لم يأتي من مزاج شخصي أو من رغبة في حديث أدبي أو من عناد مع هذه الجهة أو تلك. لا أبالي بالجميع، لا أبالي بالجميع، إنني أبحث عن سبيل النجاة، وسبيل النجاة هو هذا: خلصوا أنفسكم من منهج حوزة الطوسي، طهروا عقولكم من عقائد حوزة الطوسي، نظفوا قلوبكم من قذارات ثقافة حوزة الطوسي، أدركوا أنفسكم وكونوا فاطميين، كونوا زهرائيين. فتقولين: يا رب شيعة شيعتي، فيقول الله: انطلقي، فمن اعتصم بك. لهذا أردد يا زهراء اعتصاما بها لعلها تقبلني: انطلقي، فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة، فعند ذلك يود الخلائق أنهم كانوا فاطميين. هنيئا للفاطميين وهنيئا للزهرائيين. فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة أمير المؤمنين، آمنة روعاتهم، آمنة روعاتهم، مستورة عوراتهم، قد ذهبت عنهم الشدائد وسهلت لهم الموارد، يخاف الناس وهم لا يخافون، ويظمأ الناس وهم لا يظمؤون. هنيئا، هنيئا للذين يكونون في هذا الموكب. أي موكب هذا؟ فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة أمير المؤمنين، آمنة روعاتهم، ليس هناك ما يخيفهم، مستورة عوراتهم، قد ذهبت عنهم الشدائد وسهلت
لهم الموارد يخاف الناس وهم لا يخافون، ويظمأ الناس وهم لا يظمأون. نحن في موكب القيمة، هذا هو موكب القيمة، هذه هيئة المتوسلين بالقيمة، ها هي القيمة تأتي ويأتي معها كل الذين كانوا تحت قيمومتها، فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة أمير المؤمنين آمنة روعاتهم، فكيف لا تأمن روعاتهم وهم يسيرون مع القيمة مستورة عوراتهم، وكيف لا تستر عوراتهم وهم في ركاب القيمة. قد ذهبت عنهم الشدائد يا زهراء، وسهلت لهم الموارد، يخاف الناس وهم لا يخافون. هذه فاطمة التي فطمت شيعتها، فطمت أولياءها، فطمت ذريتها من النار. نذهب إلى فاصل. يا حكي أدري بني يفلك ما عديك كم جرى يا حكم والعيت بأنظر للشام يمضي بيك كلا حد يا ظليم وصعب من صعب الحجر عكب عليك ما ينحي الهم يا امرات اعتابي من طيحت على الغبر يا امرات اعتابي من طيحت على الغبر بقلبي ترى يحتر يجمي يقطيها في صفحة 1182 من المصدر نفسه، إنه الحديث السابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نصب الله لفاطمة قبة من نور. الله هو الذي ينصب لفاطمة قبة من نور. إذا كان يوم القيامة نصب الله لفاطمة قبة من نور، والصحابة أشعلوا النار في دارها في بيتها. أية أمة كافرة هذه الأمة؟ أية أمة ملعونة هذه الأمة؟ الله ينصب لفاطمة قبة من نور، وهؤلاء الأرجاس يسجرون
النار لإحراقها، يحرقون بيتها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نصب الله لفاطمة قبة من نور، وأقبل الحسين رأسه في يده، أية صورة مهولة هذه، أي مشهد هذا، لا نستطيع أن نتصور مفرداته، أية مفردات هذه. الله ينصب لفاطمة قبة من نور، ويقبل الحسين يحمل رأسه في يده، فإذا رأته شهقت شهقة لا يبقى في الجمع، في جمع عالم القيامة الكبرى، لا يبقى في الجمع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن إلا بكى لها. هذا أعظم مجلس حسيني منذ أن كانت المجالس. وأقبل الحسين رأسه في يده، فإذا رأته فاطمة شهقت شهقة لا يبقى في الجمع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن إلا بكى لها. فيمثل الله عز وجل رجلا لها في أحسن صورة، وهو يخاصم قتلته بلا رأس. فيمثل الله عز وجل رجلا لها في أحسن صورة، وهو يخاصم قتلته بلا رأس. إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه يتجلى بتجل يتناسب والواقع الذي تتحدث عنه هذه الرواية، إنه واقع مهول. فيجمع الله قتلته والمجهزين علي أو المجهزين علي، المجهزين عليه الذين بادروا لقتله، والمجهزين عليه الذين جهزوا الجيوش. فيجمع الله قتلته والمجهزين عليه ومن شارك في قتله، فيقتلهم حتى أتى على آخرهم، ثم ينشرون، هذه رجعة ونشرة أخرى، ثم ينشرون فيقتلهم أمير المؤمنين، ثم ينشرون فيقتلهم الحسن، ثم ينشرون فيقتلهم الحسين، ثم ينشرون فلا يبقى من ذريتنا أحد إلا قتلهم قتلة، فعند ذلك يكشف الله الغيظ وينسي الحزن. الله سبحانه وتعالى هو الذي سينسي الذين
تشرب الحزن في قلوبهم على الحسين، الله هو الذي سيخرج الحزن من قلوبهم. بعد المرحلة الخامسة من الثأر الحسيني، هذه المرحلة التي تتحدث هذه الرواية عنها قطعا بشكل إجمالي، وقطعا بشكل تقريبي، وقطعا بأسلوب المدارات الذي يناسب المتلقين، وإلا فالقضية مهولة، مهولة عظيمة. فعند ذلك يكشف الله الغيظ وينسي الحزن. ثم قال أبو عبد الله، قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رحم الله شيعتنا، شيعتنا والله هم المؤمنون، فقد والله شاركونا في المصيبة بطول الحزن والحسرة. شيعتنا والله هم المؤمنون، فقد والله شاركونا في المصيبة بطول الحزن والحسرة. نذهب إلى فاصل. العنوان الأخير، هذا هو آخر عنوان في قائمة العناوين الرئيسة التي تلوتها عليكم بالكامل في أول حلقة من حلقات هذه المجموعة. العنوان 13 هو العنوان الأخير. إذا ما اكتمل الكلام في العناوين الرئيسة فإنني سأنتقل بكم إلى العناوين الفرعية، والتي تشتمل على الكثير من المطالب التي هي في نفس السياق، والتي ستكون توضيحا وتفصيلا للعديد من المطالب التي ذكرتها بنحو إجمالي وموجز، وأنا أشرح لكم وأوضح لكم المضامين العامة للعناوين الرئيسة. على أي حال، وصلنا إلى العنوان الأخير، العنوان 13،
إنها الجنة، فبعد مواقف يوم القيامة إنها الجنة. الجنة بكل مظاهرها المعنوية والحسية. في ثقافة العترة الطاهرة خلقت الجنة من نور الحقيقة الحسينية. الحقيقة الحسينية مجلا جماليا من مجالي الحقيقة المحمدية العظمى. الحقيقة المحمدية العظمى التي هي وجه الله الأعظم، التي هي اسم الله الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. الحقيقة الحسينية هي مجلا من مجال الحقيقة المحمدية العظمى. من نور هذه الحقيقة، من نور الحقيقة الحسينية خلق الجمال. وأين تجلى؟ تجلى في الجنان. الجنان جمال فوقه جمال، جمال يحيط به الجمال في كل أبعادها، في أبعادها المعنوية وفي أبعادها الحسية. من هنا تشير الأحاديث من أن الجنة ومن أن الحور العين وكل ذلك رموز. أصل الجمال تجلى من الحقيقة الحسينية. فالجنة في أصلها في طينة تكوينها حسينية، حسينية. ومن هنا فإن السفينة الأسرع إليها سفينة حسينية، والباب الأوسع المؤدي إليها باب حسيني. كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع. وكلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع، لأن الجنة جنته، ولأن الجمال جماله، ولأن اللطف لطفه، وطينة جمال الجنان طينة حسينية النسب. لقطات من هنا ومن هناك في أجواء الجنان، لقطات خاطفة. الكتاب الذي بين يدي هو الإرشاد للشيخ المفيد، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 363، رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسن والحسين شنفا العرش. روايات مرموزة هذه الروايات، كلمات مشفرة هذه الكلمات. إن الحسن والحسين شنفا العرش. شنفا
مثنى شنف، والشنف ما تتزين به المرأة الجميلة في أذنيها. النساء تتزين بزينة في أسفل الأذن وهي الأقراط، وتتزين بزينة في أعلى الأذن وهي الأشناف. فشنف الأذن الزينة في أعلى الأذن، والأقراط الزينة في أسفل الأذن، وقد يطلق الشنف على الأقراط أيضا. بالنتيجة الشنف زينة تتزين بها المرأة في أعلى أذنها، وقد تطلق على الأقراط أيضا التي هي زينة لأسفل الأذن. الشنف زينة. أصل جمال الجنان حسيني، وأصل الجمال في الملأ الأعلى حسيني، وزينة العرش حسنية حسينية. حين أقول حسين فهذا الاسم يشتمل على مضمون حسن، حسين مصغر من حسن، حسين محبب من حسن، حسين جمال مصغر مدلل محبب مقرب من حسن. فحسين يشتمل على حسن، وحسن يشرق حسينا. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الحسن والحسين شنفاء العرش، زينة العرش. وإن الجنة قالت: يا رب أسكنتني الضعفاء والمساكين. فالضعفاء والمساكين من أولياء علي وآل علي سيكونون قطانا في الجنان. كل هذا رموز. وإن الجنة قالت: يا رب أسكنتني الضعفاء والمساكين، فقال الله لها: ألا ترضين أني زينت أركانك بالحسن والحسين؟ فماست تبخترت بزينتها، فماست كما تميس العروس فرحا، ماست بزينتها. الجنة طينتها حسينية، وجمالها حسيني، وزينة فوق زينة جمالها حسينية أيضا، حسنية حسينية. فميسي ميسي 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 وتبختري، ميسي ميسي وتبختري يا جنان الفردوس، جمالك حسيني وزينتك حسينية، وعطرك الأخاذ حسيني، إنه عبق زهرائي يا حسين يا حسين يا حسين. فماست كما تميس العروس فرحا. هذه إشارات تأخذنا
ولو بنحو بعيد نحاول أن نقترب من معرفة حق الحسين في رقابنا. الحسين يحاصرنا من جميع الجهات، هذا هو حق الحسين الثابت في رقابنا. زوروا الحسين عارفين بحقه، واخدموا الحسين عارفين بحقه. هذه ملامح، إشارات تقربنا لمعرفة حق الحسين الثابت في رقابنا. نذهب إلى فاصل. انت الامل ظلت تعاني الزمن، انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولمي على ثوب العرس تلبس جفن. انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس جفن. ياتي الزمن والامل ويانا يا ابني الخطأ افلوني، ياتي الزمن والامل ويانا يا ابني الخطأ افلوني. ودعيت نشبعت انت ضير يا وعد، ودعيت نشبعت انت ضير يا وهذا حديث كربلاء. كربلاء كربلاء، إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات، طبعة مكتبة صدوق، طهران إيران، الباب 88، الحديث الرابع، صفحة 280، عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، مما جاء فيه أنه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض، متى؟ في أحداث التغيير الكوني، في الإرهاصات التي تكون قريبة من بداية يوم القيامة، من بداية عالم يوم القيامة بكل مواقفه وشؤونه، أنه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيرها، حينما تسير الجبال، وحينما
يتغير ما يتغير من عالم التكوين من حولنا. إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيرها رفعت، من التي رفعت؟ كربلاء، رفعت كما هي من دون تغيير، رفعت كما هي بتربتها نورانية صافية، فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة وأفضل مسكن في الجنة، لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون، وإنها لتزهر بين رياض الجنة كما يزهر الكوكب الدري بين الكواكب لأهل الأرض، يغشي نورها أبصار أهل الجنة جميعا وهي تنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، فطينة الحسين في الأرض تعود إلى طينة الحسين في الملأ الأعلى، الجنة في طينتها حسينية، وكربلاء هي الأخرى في طينتها حسينية، فقد عادت الطينة الحسينية الأرضية والتصقت بالطينة الحسينية الجنانية. تلاحظون أن الجمال الحسيني تتجلى صوره في أجمل آفاق الجنان وفي أحلى مواضعها، فطينة الحسين في الأرض ترفع إلى الجنان العالية كي تكون أفضل مسكن، كي تكون أفضل مسكن في الجنة، فأفضل المساكن هي التي فيها عبق طينة كربلاء. الرواية هكذا تقول: رفعت كربلاء كما هي بتربتها نورانية صافية، فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة. وهي أفضل مسكن في الجنة، لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون، وضعت في هذا الموضع وصارت أفضل مسكن في الجنة، يفوح منها عبق الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا حديث عن الجنة الحسية، أما حديث الجنة المعنوية فهذه إشارة في هذا الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من المصدر نفسه في الباب 26، إنه الحديث 6 عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل أخذ منه موطن الحاجة الذي يشير
إلى المذاق المعنوي الحسيني في الجنة التي طينتها الحسية والمعنوية حسينية. إمامنا الصادق يحدثنا عن الباكين على الحسين، يحدثنا عن الحسينيين، عن المرتبطين بحسين وفاطمة، وما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه ووصل رسول الله وأدى حقنا، وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية، إلا الباكين على جد الحسين، وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية من أهوال يوم القيامة إلا الباكين على جد الحسين، إلا الباكين على جدي الحسين، فإنه يحشر وعينه قريرة والبشارة تلقاه والسرور بين على وجهه والخلق في الفزع وهم آمنون. مر علينا إنه موكب فاطمة، هؤلاء هم الفاطميون، هؤلاء هم الزهرائيون. قرأت عليكم قبل قليل من عوالم العلوم ومستدركاتها ما جاء في الحديث الطويل عن أمير المؤمنين عن رسول الله، النبي الأعظم يقول لفاطمة: فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة أمير المؤمنين، آمنة روعاتهم، مستورة عوراتهم، قد ذهبت عنهم الشدائد وسهلت لهم الموارد، يخاف الناس وهم لا يخافون، ويظمأ الناس وهم لا يظمأون. المضامين هي هي. الصادق هكذا قال: وما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة. زهرائيون نحن والعشق كربلائي. المضامين هي هي. هذا هو الذي سمعتموه سابقا وتسمعونه الآن وتسمعونه غدا إن شاء الله من هذه الشاشة الفاطمية الزهرائية الحسينية المهدوية. وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية، إلا الباكين على جدي الحسين، فإنه يحشر وعينه قريرة والبشارة تلقاه والسرور بين على وجهه والخلق في الفزع وهم آمنون. والخلق يعرضون، يعرضون للمساءلة للحساب. هؤلاء حاسبهم الحسين متى؟ في الأوبة الثانية، في القيامة الحسينية. اختصر لهم الطريق، حاسبهم بكرمه وجوده، إنه السفينة الأسرع والباب الأوسع. هذا أبو السجاد. والخلق يعرضون، يعرضون للحساب والمساءلة الشديدة، والخلق يعرضون، وهؤلاء الحسينيون، هؤلاء الفاطميون الزهرائيون المهدويون، والخلق يعرضون وهم حداث الحسين تحت العرش وفي ظل العرش، هم جلاس مع الحسين، يستأنسون مع الحسين. هذه
إشارات إلى الجنة الحسينية المعنوية. العنوان 13 ما هو؟ الجنة بكل تجلياتها المعنوية والحسية. والخلق يعرضون وهم حداث الحسين تحت العرش وفي ظل العرش لا يخافون سوء يوم الحساب. هل هناك من سوء في يوم الحساب؟ نعم، هناك المداقة الشديدة. سوء يوم الحساب هو هذا، وإلا ليس هناك من ظلم، ليس هناك من تعد على أحد. سوء يوم الحساب المداقة الشديدة، الحساب على كل صغيرة وكبيرة. لا يخافون سوء يوم الحساب، هم عند الحسين. الحسين أكمل حسابهم بشكل سريع في أوبته الثانية. لقد جاءهم مسرعا، جاء مسبقا قبل القيامة، كي لا يتعرض الحسينيون لطول الحساب في يوم القيامة الأكبر. ما هذه الكلمة كان يرددها في دعائه في يوم عاشوراء، وسيرددها في عاشوراء الثانية. كان يردد في دعائه ألا يطول موقف شيعته يوم القيامة، فقد عجل لهم في الأوبة الثانية في القيامة الحسينية التي حدثتكم عنها قبل قليل في هذه الحلقة. والخلق يعرضون وهم حداث الحسين تحت العرش وفي ظل العرش لا يخافون سوء يوم الحساب. الذي يجالس الحسين في ظل العرش هل يخاف سوء يوم الحساب؟ من عنده الحسين ومن قبله الحسين وجعله من حداثه ومحدثيه، هل يخاف سوء يوم الحساب بعد ذلك؟ يقال لهم ادخلوا الجنة فيأبون الدخول إلى الجنة، يريدون البقاء مع الحسين. هذه الجنة المعنوية الحقيقية. يقال لهم ادخلوا الجنة فيأبون ويختارون مجلسه وحديثه. وأن الحور حورهم في جنانهم في منازلهم لترسل إليهم أنا قد اشتقناكم مع الولدان المخلدين، فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من السرور والكرامة، لا يعبؤون بالجنان الحسية. هذا لا يعني أنهم لن يتنعموا بها ولن يذهبوا إليها، وإنما يتنعمون باللذة المعنوية ويقدمونها على التنعم باللذة الحسية. وأن الحور لترسل إليهم أنا قد اشتقناكم مع الولدان المخلدين، فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من السرور والكرامة، وإن أعداءهم من بين مسحوب بناصيته إلى النار ومن قائل ما لنا من شافعين.
ولا صديق حميم، ما لنا من شافعين. فلا نحن من الشيعة ولا نحن من شيعة الشيعة. مر علينا فاطمة تشفع في شيعتها وتشفع في شيعة شيعتها، فما لنا من شافعين، ما نحن من الشيعة كي تشفع فينا فاطمة، ولا نحن من شيعة شيعتها كي يشفع شيعة فاطمة فيهم. ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. النجاة مع الحسين، النجاة مع فاطمة. زهرائيون نحن وسنبقى، سنبقى زهرائيون نحن والهوى زهرائي. نذهب إلى فاصل. نتسلسل بهذا الحديث ونسأل بس الحكي بلا معنى لا يتأول، هل فكرة عد من كانت من الأول؟ أنا وإنت نقول عند المرسل بهل فكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان بهل فكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان ادرسها من أولها هم يحتاج تأولها. جاوبنا عندك رد علينا لو انت مأمن بيه. جاوبنا. تفسير إمامنا الحسن العسكري سيد تفاسير آل علي، وليذهب أولئك الخائبون من مراجع النجف وكربلاء الذين ينكرون هذا التفسير ويضعفون أحاديثه، فليذهبوا بقبائحهم وعوراتهم العقائدية والفكرية الخثرة، سود الله وجوههم وهم ينقضون بيعة الغدير وينكرون هذا التفسير الذي هو سيد تفاسير آل علي. أقرأ عليكم مقتطفا هذه اللقطة من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى قم المقدسة صفحة 337 من حديث لرسول الله يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عن ماء الحيوان. ماء الحيوان في الجنان ماء له تجليات له مراتب. ماء الحيوان في مرتبة من مراتبه هو الماء الذي يغتسل به أهل الجنان
قبل دخولهم إلى الجنان كي يتطهروا من مراحل الخلقة التي سبقت وتقدمت على مرحلة الطهارة الجنانية. عملية تطهر حسي ومعنوي بشكل تكويني فائق، يتطهر الداخلون إلى الجنان بماء الحيوان، وماء الحيوان هو ماء الحياة العالية الفائقة في الجنان، له من التجليات ومن الصور ما له، ما نملك من ألفاظ فهي ألفاظ محدودة. هذا الماء عظمته وسره الأعظم من أين يتأتى؟ رسول الله يكشف لنا الحقيقة. يقول: ألا إن الله ليأمر الملائكة المقربين أن يتلقوا دموعهم، دموع الباكين على الحسين. الحديث طويل، أنا أخذ هذه اللقطة فقط التي تتناسب مع اللقطات التي وضعتها بين أيديكم. ألا إن الله ليأمر الملائكة المقربين أن يتلقوا دموعهم المصبوبة لقتل الحسين. إنهم الباكون على الحسين، إنهم المحزونون على الحسين، إنهم الحسينيون، إنهم الفاطميون، إنهم الزهرائيون، إنهم المهدويون. ألا إن الله ليأمر الملائكة المقربين أن يتلقوا دموعهم المصبوبة لقتل الحسين. وإلى أي جهة يدفعون بها؟ إلى الخزان في الجنان. فماذا يصنعون بها؟ فيمزجونها بماء الحيوان. فماذا يحدث؟ فيزيد في عذوبتها وطيبها ألف ضعفها. فيمزجونها، يمزجون الدموع على الحسين، دموع الباكين، دموع الحسينيين. أي دموع؟ إنها دموع الحسينيين العارفين بحقه، العارفين بحقه، حقه هذا الثابت في رقابنا. أي حق عظيم للحسين؟ سيبقى الحسين يحاصرنا، يحاصرنا في عالم الدنيا، يحاصرنا في الرجعة العظيمة، يحاصرنا في مواقف يوم القيامة، يحاصرنا في الجنان من جميع الجهات. فالجنة حسينية وزينتها حسينية، وشرف ماء طهارتها وطيبها حسيني. فيمزجونها بماء الحيوان فيزيد في عذوبتها وطيبها ألف ضعفها. أعتقد إلى هنا تجلى لنا شيء
يسير من مضمون قولة رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. وشيء من أسرارها حق الحسين الثابت في رقابنا، علينا أن نعرفه كي نزور الحسين عارفين بحقه، كي نخدم الحسين عارفين بحقه صلوات الله وسلامه عليه. إلى هنا أكون قد انتهيت من العناوين الرئيسة التي عرضتها بين أيديكم في أول حلقة من هذه المجموعة، من مجموعة حلقات هذا هو الحسين. البرنامج متواصل وبقيت عندنا العناوين الفرعية، والمطالب مهمة جدا جدا. زهرائيون نحن، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.